ألو، شلونك فهد؟ شو أخبارك؟ بخير الحمد لله، بس بغيت أطلب منك طلب. أنت تأمرين أمر يا مها، أمريني. ما يعمل عليك عدو، بغيت أشوف علي. إن شاء الله يا مها، تطمني. بس علي صار وايد أحسن، لا تحاتيني. صدق والله؟ صار أحسن الحمد لله؟ أنا الحين موعد علي بالكافيه، تعالي تكلمي يا أحسن. تمام ماشي، أنا جاية بس أخذ استئذان من الدوام وأي. مشكور، مع السلامة. الحمد لله يا علي، مرت علينا أيام صعبة بس عديناها. أي والله كانت أيام صعبة، بس الحمد لله أنا الحين أحسن. دام الحين أنت أحسن، هاي بفاضحك الموضوع. إذا بتكلمني بموضوع مها من الحين أقول لك سكر الموضوع أحسن. لا لا، ما راح أسكر الموضوع. مها ما لها شغل بوفاة أمك، لا تحملها ذنبي، هي ما لها شغل فيه. بس أمي ماتت. أمي ماتت وما كانت راضية عليها. مو ضروري كلامها يكون صح. أنت تحب مها وأنت اللي اخترتها. سكر الموضوع، ما لي خلق أتكلم. راح أسكر الموضوع الحين، مو عشان شيء، عشان صاحبة الموضوع وصلت. اسمع منها لا تستعيل، ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس خلص دوري. أنا ذكر. علي، علي بس طالعني. علي،